طيب دلوقتي يا باشمهندس، بعد ما عرفنا انواع الاحمال الرأسية اللي عندي اللي انا هضيفها على المنشأ، حابب بقى ان انا اعرف الاحمال الرأسية ديت على المنشأ بتاعي. تمام. طبعا يا هندسة، احنا عندنا في المنشأ بتاعي بلاطات، يعني عناصر مسطحة. طيب ديت هيتحط عليها ايه يا هندسة؟ ديت الاون ويت بتاعها والبرنامج بيحسبه، يعني الاون ويت البرنامج بيحسبه. خلاص. طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا اللايف لود. تمام. عندنا ايه تاني؟ عندنا الفلور كفر. طيب لو احنا طبعا عندنا اللي هو مثلا هول بلوك سلاب وكده، بنضيف وزن البلوكات. لو احنا عندنا، احنا مش عندنا، احنا عندنا البلاطات فلات سلاب. تمام. طيب ده بالنسبه يا باشمهندس للايه، للبلاطات. طيب بالنسبه مثلا للكاميرات، دلوقتي مثلا لو احنا عندنا كاميرا، الكاميرا ديت يا باشمهندس هتكون شايله ايه؟ الكاميرا دي بتكون شايله الاون ويت بتاعها، خلاص، والبرنامج بيحسبه. الكاميرا دي برضو بتبقى شايله وزن بلاطه سلاب، والبرنامج برضو بيشوف مثلا الكاميرا شايله قد ايه وبيديها الوزن ايه اللي جايه من البلاطه. يبقى البرنامج بيعمل الحالتين دول. الكاميرات ديت يا باشمهندس برضو ممكن تكون شايله حوايط، تمام، ممكن تكون شايله حيطه فوقيها، تمام، فهنحط عليها احمال الوولز. خلاص يا هندسه. طيب طبعا يا هندسه، لو انت بقى عندك حمل ماكينات وكده، ممكن البلاطه مثلا تكون شايله حمل ميكانيكال مثلا، ماكينات، تمام، دي بتبقى احمال اضافيه بقى بنحطها يعني. بس يعني ديت الاحمال اللي انا حابب ان انا اعرفها. تمام. طيب اللي انا شايفه طبعا في المنشأ بتاعي كده يا باشمهندس، ان كل البلاطات عليها نفس اللايف لود، وطبعا هيكون عليها نفس الفلور كفر. تمام. طيب ليه عليها نفس اللايف لود؟ لان زي ما قلت لك كل الادوار سكنيه، يعني ايه ده اول سقف اهوت يا باشمهندس، ده اول سقف. تمام. السقف ده هيكون شال المعماري ده، تمام، اللي هو اصلا سكني، شقق سكنيه. خلاص. طيب ده سقف الارضي والمتكرر، هيكون شايل الايه، الدور ده، تمام، اللي هو برضو كله شقق سكنيه، فيكون عندنا نفس اللايف لود ونفس الفلور كفر. فتعالى كده اختار لي البلاطات، سيلكت سيلكت اوبجكت تايب فلورز، تمام، وبعد كده تقول له اساين شيل لود يونيفورم، وتيجي هنا تقول له اللايف لود حطه لي كام يا باشمهندس. طبعا بيتاخد وفقا للكود، تمام، وشرحنا الكلام ده في اول محاضره، وازاي نطلع اللايف لود والكلام ده، بيتاخد بوينت 2 للمنشات السكنيه، تمام، وبعد كده نقول له ابلاي، تمام، بعد كده اقول له بريفيوس سيلكشن، اختارهم لي تاني وهات لي كده الفلور كفر. تمام. اتعلمنا ازاي نحسب الفلور كفر يا هندسه قبل كده بناء على ايه؟ دلوقتي بيكون عندك طبعا ادي البلاطه، خلاص، بيكون فوقها يا باشمهندس رمل، تمام، بالاصفر كده، بيكون فوقها رمل، تمام، مقداره وليكن 7 سم، تمام، 7 سم، وبعد كده عندنا مونه قيمتها 2 سم، وبعد كده عندنا سيراميك قيمته 1 سم، تمام. كنت بحسب اوزان الكلام ده كله يا باشمهندس واشوف المتر المربع شايل قد ايه، هي تمام، وكان تقريبا بيطلع يعني 1.8 او 1.9، تمام، فكنا دايما بناخده 2 كيلو نيوتن. وتقدر بقى تحسبه، بس ده طبعا رقم متغير، يعني ده رقم متغير بناء على نوع التشطيب. يعني مثلا ممكن يكون عندك فيلا سكنيه او قصر مثلا، في انت حاطط بورسلين مثلا او اللي هو او رخام او كده، ده بيبقى اوزانه مختلفه وازيد، تمام. انما في المنشات السكنيه عادي هنستخدم يعني نفس الكلام ده، بيكون عندي 10 سم تشطيب، ففي الغالب بيكون 7 سم رمل، 1 سم، 2 سم مونة، 1 سم سيراميك. وبيكون طبعا عندي برضه يا باشمهندس تحت ايه، الوزن بتاع اللياسة، تمام، اللي هو المحارة اللي في بطن السقف، تمام، برضه بضيفه من ضمن الفلور كفر، تمام، فبضيفه برضه على ال1 متر. فكانت طبعا كان نفس من القيمة دي بالإضافة يعني ايه الى وزن اللياسة دي. خلاص يا هندسه، فاحنا هناخدها 2 كيلو نيوتن. وطبعا انا علمتك ازاي تحسبها، هي مش ثابته بس انا علمتك ازاي تحسبها، تمام، فحسب بقى نوع التشطيب احسبها. خلاص. طول له ابلاي. طيب كليك يمين كده على البلاطه، شوف الاحمال اتحطت مظبوط ولا لا. ادي فلور كفر بوينت 2 طن، وادي لايف لود بوينت 2 طن. طبعا بوينت 2 طن ديت اللي هي 2 كيلو نيوتن يعني. خلاص يا هندسه. طيب دلوقتي يا باشمهندس، احنا عندنا اجزاء فيها تهبيط حمام، صح كده؟ وزي ما احنا عارفين ان اللايف لود في الحمامات بيزيد، بيبقى 3 كيلو نيوتن، تمام، يعني بيزيد 1 كيلو نيوتن، تمام.
فمثلا لو انت مثلا عندك البلاطه سوليد سلاب، يعني مثلا لو انت عندك البلاطه سوليد سلاب او هولو بلوك سلاب، بتكون اصلا متقسمه تحوطه بكاميرات، ممكن ان انت تفصلها كده يا باشمهندس وتقوم جاي مختار البلاطه دي تحطها، تحط لها 1 كيلو نيوتن اضافي، يعني يبقى التوتال 3 كيلو نيوتن. انت اصلا حطيت مثلا البلاطه كلها 2 كيلو نيوتن، تمام؟ طيب انا عندي هنا في الفلات سلاب يا باشمهندس البلاطه مش متقسمه، طب ايه الحل؟ اضيف الحمل الزياده ده ازاي؟ احنا عارفين ان احنا السلالم وكذلك الحمامات وكذلك الكانتليفر بيزيد بيكون ب 3 كيلو نيوتن، تمام؟ طيب في يا باشمهندس هنا ان انا ممكن اعمل ايه؟ ان انا ممكن بكل بساطه كده اجي اعمل بلاطه من النوع نان، يعني بلاطه مهمله الوزن، خلاص؟ طيب وبعدين يا باشمهندس وبعدين ترسمها مثلا بالشكل ده، مش احنا عاملين 1 متر؟ شايف بص كده معايا على المقاس، ادي 1 متر اهو يا باشمهندس، مش دي كان مكانها؟ ده مكانها اهو، تمام؟ طيب ممتاز جدا، وهكذا نفس الكلام هنا. تمام تقريبي كده يعني في نفس المكان يعني. وتيجي كده بكل بساطه يا باشمهندس علم لي على ديت، على البلاطه ديت وعلى البلاطه دي، دي بلاطه من النوع نان، دي بلاطه مهمله الوزن يا باشمهندس، تمام؟ هتيجي كده بكل بساطه تقول له اساين شيل لود يونيفور، وتيجي هنا تقول له بوينت 1، ولكن هتقول له هنا بدل ريبليس هتقول له اد تو اكزيستنج لود. ليه يا هندسه؟ عشان يحسب لك ايه؟ عشان يضيف لل 2 كيلو نيوتن اللي انت حاطه، انت حاطط هنا في المكان ده اصلا تحتها 2 كيلو نيوتن. طب هقول له انا هحط وزن اضافي هنا 1 كيلو نيوتن كمان، وبعد كده تقول له ابلاي. يبقى كده لما تيجي تبص كده كليك يمين عليها، يبقى ديت واخده 1 كيلو نيوتن وديت كلها واخده ايه 2 كيلو نيوتن، خلاص يا باشمهندس. طيب بنفس الكلام بقى تعمل بقيه ايه، بقيه الاماكن اللي هي محتاجه لايف لود زياده يعني. تقريبا 1 متر يعني، مش شرط يعني بالظبط وكده. طبعا انت كنت تقدر تعمل الكلام ده في الدي اكس اف، يعني كنت وانت بتعمل الدي اكس اف يا باشمهندس تقدر ان انت تضيف هنا بلاطات، تمام؟ على اساس ايه؟ ديت لللايف لود الزياده يعني، وبرضه تيجي هنا تسميها مثلا اي دوت اي تاب مثلا نان اريا مثلا، ما فيهاش مشكله يعني. بس هي انت عادي كده تقريبيه في نفس المكان ونفس الطول ونفس كل حاجه، خلاص يا باشمهندس. طيب عندي فين تاني يا هندسة؟ عندي تحت هنا دولت الاتنين، عندي هنا. طيب طول دي كام كده؟ 2.5، يبقى 1 متر في 2.5، ادي كده تقريبا 2.5. تعالى كده بقى ايه ظبطها على 1 متر تقريبا كده، مظبوط خلاص بالتقريب يعني. الملي او السنتي ده مش هيفرق معاك، ماشي؟ ده قد ايه يا هندسة؟ ده 1.8 تقريبا، ممكن نجيبها من اول هنا عادي. واحد وثمانية ديت ممكن نعملها ميرور على طول كده، ايديت
edit replicate mirror، تقول له هات لي 2 بوينت تمام. انت عملت لها ميرورات يا باشمهندس في نفس المكان. تمام. طيب عندي برضو هنا ديت، هي اللي صعبة شوية بس هناخدها بالتقريب. ديت يعني صعبة شوية بس هناخدها بالتقريب. تمام، هي تقريبا هنا كده مثلا، مش ممكن بس نعرف طولها كام. احنا عرضها 1 متر، طب طولها 2.3. تمام، يعني تقريبا في نفس المكان يعني. خلاص، طبعا هي يعني عموما حتة صغيرة اصلا مش هتفرق كتير يعني. تمام، بعد كده علم عليهم. وطبعا انت الافضل انت تعملها في الدي اكس اف يعني، بس مش هتفرق يعني، ديت الحاجات البسيطة دي مش هتفرق. طب بعد كده تقول له اساين بقى ايه، شيل لود يونيفور اد تو اكزيستنج لود، وتقول له ابلاي. خلاص، طيب انا كده خلصت البلاطه ديت، الحمل الاضافي بتاع الحمل الحي. طيب علم عليها كده يا باشمهندس، وتقول له كده انالايز تشيك موديل، لان اوقات النون اريا ديت بتعمل ايه، بتعمل وورنينج ولا حاجه، تداخل يعني. خلينا نشوف كده. طيب دلوقتي جه عندنا كذا وورنينج اوت، يعني مثلا في هنا تداخل ما بين البلاطه اي 15 وما بين بي 7. لو جينا نظهر كده، اظهر كده يا باشمهندس الليبل ايه 15 اللي هي ديت. تمام، في تدخل ما بينها وبين كاميرا، ممكن تكون الكاميرا دي او الكاميرا ديت. تمام، فممكن نحلها طبعا الكلام ده بكل بساطة. ممكن نقول له ايه، انلايز تشيك موديل، حل لي انت المشاكل ديت. وطبعا عشان احنا راسمين تقريبي كده مثلا، وممكن واحنا بنرسم تكون ايه تداخلت مع الكاميرا، فساعات بيعمل يعني ايه الحاجات دي. طيب كده يا باشمهندس ما عندكش وورنينج، هو البرنامج حلها. اوقات طبعا في مشاكل البرنامج مش بيقدر يحلها، بنحلها احنا بنفسنا، فما فيش مشكلة. خلاص، طيب بقية الادوار بقى يا باشمهندس هنضيف برضو ايه، الحمل الحي الاضافي. تمام، في حاجات هتتكرر يعني، كل دولت هيتكرروا، الكلام كله هيكون هنا مختلف. فممكن نختار كده، نختار لي ديت وديت وديت. تمام، تقول له كنترول ار ستوريز، طبعا احنا هنا في ستوري واحد، كررهم لي بقيه الادوار، تقول له ابلاي، يطلع كده دور فوق اهوت باللايف لود بتاعها. تمام، وادي اللايف لود الاصلي موجود. خلاص، هيكون بس عندي هنا حمل حي إضافي هنا تقريبا من النص. ماشي، ممكن نعمل كده بالشكل ده، واحد عرضها يكون 1 متر. طبعا كده يحصل تداخل.
تمام كده إلى حد ما كويسة جدا. تمام يعني بشكل تقريبي يعني plus sign شيل لود يونيفور add to existing load to apply. تمام انا حطيتها هنا في الدور ده مش مشكلة. ما هي اصلا في الدور ده مظبوط. طيب قبل ما نعمل بقى ايه، قبل ما نعمل ريبليكيت يعني نقول له ايه، نقول له تشيك موديل على اساس لو في مشكلة نتيجة رسمها في الدور ده ما نكررهاش في كل الادوار ونحلها من دلوقتي. تمام كده بيقول لك يا باشمهندس ما فيش اي وارنينج اهوت. بعد كده امسك لي دورك كده وقول له ريبليكيت، كررهم لي بقى في كل الادوار كده يا باشمهندس من اول الدور ده لغاية الاخر. تمام طيب لو انت عايز تعمل كده تشيك اخير على المنشأ بتاعك، بس ممكن نخليه بقى بعد ما نحط الاحمال على الكاميرات. تمام عايزين بقى نحط احمال الكاميرات يا هندسة. خلينا نشوف الحوائط اللي عندي. دلوقتي كل الحوائط اللي هي موجودة على البلاطة الفلات سلاب دي كلها دي كلها حوائط 12 سنتي. تمام طيب هل عندي اي حوائط 25 سنتي او كده؟ طبعا دي عندي حوائط هنا 25 سنتي. تمام ديت هتكون على الريتيننج وول، سيبها مش مشكلة يعني على الريتيننج وول مش مشكلة لان مش هصمم الريتيننج وول هنا اصلا. تمام يبقى انا كده شايف ان كل الحوائط 12 سنتي يا هندسة، كل الحوائط 12 سنتي. تمام طيب طبعا يا هندسة انا هنا عامل كاميرات مارجنال بيم والكلام ده، طيب هنشوفها الاول. المهم دلوقتي يا باشمهندس انا عندي الحوائط ديت انا هسيحها على الفلات سلاب، يبقى احنا لسه كده هنحط حمل على البلاطات. تيجي تختار كده سيلكت سيلكت اوبجكت تايب فلورز، كده احنا حطينا الحمل الحي والفلور كفر، باقي كده ايه احمال الحوائط. طيب دلوقتي عندنا طريقتين ان احنا نحط احمال الحوائط على الفلات سلاب، يا اما كلاين لود يعني هندسه بكل بساطه هنيجي كده نختار فريم ونقول له هنا النوع نون ده يعني فريم او كاميرا ملهاش اي وزن، بتحطها مكان كل ايه، بتحطها مكان كل حيطه، ولكن دي بتعملها طبعا في الدي اكس اف، مش هتعملها طبعا هنا، صعبه جدا على الايتام. تمام وتحط بقى الحمل كلاين لود على البلاطه فلات سلاب وده الادق، ولكن صعبه يعني صعبه وبتعمل ورنينج كتير جدا، فاحنا ممكن تسيح الحمل على البلاطه. في اول محاضره في جزء التايب اوف لود برضو شرحنا ازاي تحسب الحمل، ازاي توزع الحمل يعني على المتر المربع. تمام قلت لك انت عندك طريقتين، اول طريقه يا باشمهندس ان انت هتحسب مجموع اطوال الحوائط ديت. تمام وبعدين هتسيحها على المساحه دي كلها. طب ازاي؟ تعالى كده مثلا حوائط كده، هات لي اطوال الحوائط ديت مثلا، قول له هنا ايزوليت. هات لي الحوائط دي كده وهنحمل بقى ايه، هنحمل اللسب اسمه توتال اريا.